اتفضل أنا اتفضل. عندي 20 سنة وشغال مع الدراسة وكده، بس الفترة ديت الأسرة عندي تعاني من أزمة مالية وكده، والدي الشغل بتاعي سابه وكده، وحاليا أنا محوش مبلغ كبير الحمد لله، بس حاليا قلت لوالدي خده افتح بيه مشروع وكده، بس الموضوع ده قال لي هياخد وقت وكده، فلو الفلوس ينفع نحطها في البنك وناخد من الفوائد بتاعتها لا يجوز، مفيش مشكلة. لا أنا يجوز، رفضت رفضا تام، بس يعني والدي زعلان لا مني مشكلة، مش وقررت. مشكلة، يزعل غدا سيرضى عنك إن شاء الله. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني ما تقبلش ان اديك فلوس وحطها في لا البنك؟ لا لا، لا تأكل من الربا لا أنت ولا أبوك، انقذ الوالد.